أصدقائي المشاهدين، بننقل لكم مباراة من قاع جهنم بين فريقي أبو جهل ابن هشام وأبو لهب ابن زعترة على العبور من الدرك الأسفل من النار والخروج نحو منتصف جهنم، حيث مرافقة قطاع الطرق وأكل الربا والكذابين ولاة المرة. حكمنا النهاردة إبليس بيعاونه فرعون وأبراه الأشرم، واحد رابح كده تاني كذاب ابن وسخة. الهجمات المرتدة ما زالت مستمرة بين الفريقين، وآدي هجمة والعياذ بالله كفرة بنت كلب. ممكن نشوف أول الذنوب، وآدي تصويبات حارس المرمى لحد الآن متمسك، وهي تصويبة يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، أول ذنوب اللقاء من كفار قريش. يا سلام عليك يا أبو جهل، وآدي خزاعة ابن زعترة اتلسع في رجله عشان تبطل.